عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحباء الصغار تمهيد الثاني، مرحبا بكم في قناة مجموعة مدارس تجربة الخصوصية. هيا نقرأ أيام الأسبوع. الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد. وهنا أمس. الاثنين. اليوم الثلاثاء. غدا الأربعاء. نعيد مرة أخرى، أمس الاثنين، اليوم الثلاثاء، غدا الأربعاء. لنقرأ تاريخ اليوم. الثلاثاء 7 أبريل 2020 ميلادية. نعيد مرة أخرى، الثلاثاء 7 أبريل 2020 ميلادية. تعرفنا على الضمائر المفرد مكتوبة، هيا نقرأها. أنا، أنت، أنت، هو، هي. نعيد مرة أخرى، أنا، أنت، أنت، هو، هي. والآن سنكتب ضمائر المثنى. ض، ما، إي، رو. ضمائر المثنى. المثنى، ضمائر المثنى. ن، ح، نو. ن، ح، نو. أ، ن، تو، ما. أ، ن، تو، ما. أ، ن، تو، ما. أن، تو، ما. هو، ما. هو، ما. هو، ما. هو، ما. هيا نقرأها.
ضمائر المثنى. نحن، أنتما، أنتما، هما، هما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.